مرحبا بكم متابعينا، اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الخبر عاجل اللي تم نشره او تم الاعلان عنه في القناة الثانية دوزيم في الاخبار ديال الظاهرة. غادي تشوفوا معايا حالا، وكنتمنى انكم ديروا اعجاب للفيديو واشتراك القناة باش توصلوا فيديوهات جديدة. اعجاب ليس للخبر ولكن للفيديو والقناة، وشكرا على تفاعلكم، وعطيونا اراء ديالكم بالنسبة لهذا الخبر هذا باش صوتنا يوصل لجميع المسؤولين ان شاء الله. جديدة اليوم شرع وطنيا في التلقيح بالجرعة الثالثة. الجرعة الثالثة في مرحلتها الأولى تهم الأشخاص الذين أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19 منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر. المعني سيتلقون رسالة نصية قصيرة في هواتفهم تذكرهم بأهليتهم عبر الرقم 1717، وستتم هذه العملية عملية التلقيح بالجرعة الثالثة في الفضاءات الكبرى للتلقيح لفاكسينودغوم. النموذج من الرباط مع نادية بوحتة. السيد أغوتان توجه صباح اليوم إلى مركز التلقيح الرقمي المندمج باب المريصة لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بعد توصله برسالة نصية تذكره بأهليته لأخذ هذه الجرعة.